أول حاجة نحب نشكر الجامعة الجزائرية في تنظيم هذه البطولة الأفريقية اللي تنظمت بكثير من الدول الأفريقية، ومن ناحية التنظيم ومن ناحية الاستقبال واللوجستية الموجودة، يعني السباحين في أحسن ما يرام. Nous sommes très très satisfaits de l'organisation des 13e championnats africains qui sont déroulés à Alger avec une très bonne organisation. Aussi, ça nous a permis aussi de rencontrer nos frères algériens, tunisiens et libyens pour relancer l'union maghrébine. حقيقة كل الشكر والتقدير والامتنان للجزائر شعبا وحكومة، وأخص بالذكر اتحادية جزائرية على تنظيمها للبطولة الأفريقية 13. أحواض ومياه مفتوحة، كل الشكر والتقدير. حقيقة بطولة ناجحة بكل المعايير سواء كانت فنية أو إدارية. كذلك الشكر موصول للسيد رئيس الاتحادية الجزائرية حكيم محمد حكيم بوغادو على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. La 13e édition des championnats d'Afrique junior senior en Algérie a attiré la participation de 33 pays. Donc un record de participation. Et je vois que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de sponsors. Beaucoup de. C'est une organisation très réussie. وعينوني كرئيس جديد للاتحاد المغاربي للسباحة، وهذا حيعطي يعني منافسة أخرى وبعد آخر للسباحة العربية والمغربية بصفة خاصة. أنا أظن هذه من أحسن يعني الأشياء اللي تقدر تحصل للسباحة، خاصة في الآونة الحالية لليوم السباحة العربية راهي تعرف تطور كبير، وخاصة السباحة المغاربية. أنا أظن كذلك أول منافسة حتكون هنا في الجزائر في شهر مارس إن شاء الله. هذا ما يخلي مكسب كبير للجزائر، واليوم الجزائر اليوم راني جد فخور لأن تلاقينا في الجزائر وتفاهمنا في الجزائر وانتخبنا احنا كرؤساء على رأس. هذا مكسب كبير للجزائر والحمد لله. فاتفق رؤساء الاتحادات المغاربية ليبيا والجزائر وتونس والمغرب على استئناف أنشطة الاتحاد المغاربي للسباحة، وهذا الاتفاق تجسد اليوم بعقد اجتماع، وخلص هذا الاجتماع إلى تهيئ مكتب للاتحاد المغاربي للسباحة برئاسة الأخ حكيم بوغادو من الجزائر، واستئناف النشاط الرياضي ابتداء من السنة المقبلة بتنظيم بطولة مغاربية بالجزائر إن شاء الله نهاية شهر مارس أو بداية شهر أبريل، تضم السباحة وكرة الماء والتركيز على الفئات الناشئين هما المستقبل للسباحة المغاربية. احنا سي فري كون سوفر دو لابسونس دو نو ميور ناجور. ليكيب اي جون ا 60%، سي دي ميم با انكور دي سينيور، دونك اون ايكيب دافونير. جو بونس كو لو كومبورتمون ايتي اكزامبلير كو سو ان دوهور ولا دون لو باسان. On a réussi à gagner deux médailles de bronze, deux médailles d'or plutôt, avec l'un des plus jeunes champions d'Afrique, comme vous avez vu hier, en l'occurrence Bouhamidi, qui n'a que 16 ans. Je pense que c'est une équipe qui va faire parler d'elle à l'avenir. C'est une équipe sur laquelle la fédération compte beaucoup. Justement, un plan a été tracé pour que le suivi soit assuré par la fédération ainsi que le ministère, pour qu'on puisse, à l'aube des Jeux de 2020 et 2021, avoir une équipe qui soit à la hauteur des espérances. قدرت نحقق ميدالية وفضية، ميدالية فضية الحمد لله. شرفت بلادي في بلادي تاني اون اوتر فوا، وانا فرحانة بالمشروع. متقدمين كثير قوي عليهم الحمد لله، متقدمين بحوالي 7 ميداليات دعم عن جنوب افريقيا الحمد لله. دي طبعا راضيين لان دي ان شاء الله اول مرة مصر تكسب جنوب افريقيا. يعني احنا من ساعة لما جنوب افريقيا رجعت للاتحاد الافريقي من حوالي 30 سنة دايما هي متصدرة المركز الأول، دي هتبقى أول مرة المنتخب المصري يفوز على جنوب أفريقيا الحمد لله بفضل الله.